أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا معنا بيوم جديد، وأهلا وسهلا أكيد بضيفتنا الدكتورة عريب أبو عميرة، نائب رئيس جمعية العلوم النفسية. أهلا وسهلا فيكي ونورتينا بيوم جديد. يعني موضوع صراحة مهم جدا، بدنا نحكي عن الاختيار المهني وقديه بيأثر على الرضا العام. كتار أشخاص بدرسوا تخصص وبيشتغلوا شغلة تانية، أو بيكون نفسهم يدرسوا تخصص معين وما بيصح لهم من معدل من الجامعة، من حتى ماديا ما بيكونوا قادرين يدفعوا. فبدنا نحكي عن كل هاي التفاصيل، قد ايه احنا لما بنختار التخصص اللي بنحبه وبنشتغله بيأثر على حياتنا. طبعا يعطيكم العافية. هلا موضوع الاختيار المهني هو موضوع كتير مهم وكتير أساسي بحياتنا. أول شيء المهنة أو الجانب المهني هو جزء لا يتجزأ من مكونات شخصيتنا. هلا شخصيتنا مكونة من مجموعة من الأجزاء، واحدة منها الجانب المهني. هلا الجانب المهني يمكن هو يعتبر أكثر جزء بالشخصية الإنسانية ممكن ينعكس على جودة الحياة وعلى الصحة النفسية وعلى الأجزاء الشخصية الثانية. ليش يعني المهنة تعتبر أو الجانب المهني يعتبر هو أكثر جزء بياخذ من شخصيتنا وبيأثر وبينعكس سلبا أو إيجابا على شخصيتنا؟ لأنه الجانب المهني هو جانب أول إشي مرتبط ارتباط وثيق بنقول أول شغل الوضع الاقتصادي، لانه المهنه هي تعتبر دخل. هي بالضبط الدخل تاعنا اللي احنا من خلاله بنقدر انه نلبي متطلبات الحياه تبعتنا ومتطلبات المعيشه تبعتنا. النقطه الثانيه المكان الاجتماعيه، تعتبر المهنه واحده من اكثر المقومات اللي بناء عليها احنا بتتحدد المكان الاجتماعي تبعتنا، وايضا مرتبط فيها المكان الاجتماعي ايضا المكان الاقتصاديه. هلا الاشياء الثانيه خلينا نفوت هلا بالاشخاص انفسهم او بالشخص نفسه، اللي هي المهنة. لما المهنة بتتوافق مع ميوله، مع قدراته، مع استعداداته ومع اتجاهاته، وهنا بصير الفرد معناته هو مرتاح، هو عم 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 هاي المهنة عم تشبه حاجة عنده جوا. فلما الفرد يشبه حاجاته يروح على شغل هو بحبه مستمتع. وهذا الشغل هو مش بس بحبه وفي عنده القدرات والإمكانيات اللي ممكن إنها تساعده إنه ينجح ويتطور ويرتقي في هاي المهنة، وغير ذلك برضو الاستعدادات الداخلية الموجودة عنده كمان عم بتساعده وعم تعطيه نسميها القوة الداخلية الغير مرئية اللي بتعزز قدرتي على الإنجاز في هاي المهنة. نعم. والتطور والتقدم والترقي في هاي المهنة، إضافة إلى أنه أيضا المهنة بتشعر الأشخاص بالانتماء. هلا حاجة الانتماء حاجة كثير أساسية حسب هرم الحاجات الإنسانية اللي حكى عنه العالم ماسلو، واحدة من أهم الحاجات هي حاجتنا أو رغبتنا للانتماء. فأنا لما أروح على مهنة وأنتمي لهاي المهنة معناته هاي المهنة عم تشبع وعم تشبع حاجاتي، عم تشبع ميولي، عم تتناسب مع قدراتي ومع إمكانياتي ومع مؤهلاتي، إضافة إلى العوامل اللي حكينا عنها اللي هي الناحية الاقتصادية واحدة، المكان الاجتماعي اثنين، والرضا. فهون أنا كشخص بشعر بالرضا عن هذه المهنة. نعم. إضافة في كمان معلش سامحني في شغلة ما حكيناهاش. هلا المهنة اللي بتتفق أيضا مع ظروف حياتي. هلا إحنا لما نختار مهنة وهي كون المهنة كثير بتأثر على حياتنا، أنا بدي أرتب حياتي، أرتب ظروف حياتي، أرتب مواعيد حياتي، وأرتب ترتيب نهاري كيف بدي يبلش، بالنص النهار إيش بدي أعمل، بالعصر إيش بدي أعمل، بالليل إيش بدي أعمل. هلأ كل ما كانت هاي المهنة أنا بحبها وأنا بدي إياها وأنا بتعطيني الأشياء وبتشبع الحاجات اللي عندي، أنا برتب ظروفي الحياتية، وبالتالي لما يصير في عندي كمان تنسيق ما بين مهنتي وما بين طريقة معيشتي وظروف حياتي، أنا هون كمان هذا بيزيد من شعوري بالرضا. نعم. وبيزيد من جودة الحياة تبعتي. نعم. دكتورة بس يعني الكلام جميل جدا، بس خلينا نروح للواقع. تمام. لما نتحدث عن المهنة تحديدا أو عن الدراسة، في ظروف بتحكمنا قبل الظروف اللي بدنا نوصل، هي ظروف اقتصادية بأنه أنا شو طلع لي بمقعدي الدراسي، التوجهات اللي ممكن أنا أكون راغب فيها الآن. ولكن أنا بحكي دائما بأنه اهتماماتي كشخص تختلف مع الوقت، يعني ممكن أجرب المهنة أو أكون حالم بأني أكون بمارس مهنة معينة، بعد سنة سنتين ثلاثة خمسة عشرة ما بعرف، أنا ممكن أصير مش مهتم فيها
فيها، شفت إشي ثاني أنا مايل له بشكل أكثر. فأعتقد إنه هذا القرار هو مش قرار ثابت على مدى الحياة. بنشوف قد إيه إحنا بنبلش بمهنة وننتقل إلى أكثر من مهنة أو نتطور، هو جزء من تطور الإنسان واختلاف مبادئه واهتماماته وتغير شخصيته. اليوم سؤال بما يتعلق بعلم النفس وشخصية الإنسان، كيف الإنسان ممكن يأخذ هيك قرار وهو عارف أنه ممكن مع الوقت يتغير؟ وزائد شغلة، نأخذ يعني الأمور الاقتصادية العائلية بعين الاعتبار. طبعا هلأ موضوع أنه المهنة بتتغير مع تطور العمر، هلأ الميل يبقى إلى حد ما وإلى درجة ما هو ثابت وبيتطور كل ما تطور الإنسان. هلأ إيش اللي بيصير؟ هلأ في عنا بالمهن، في عنا شغلتين بالمهن، في عنا إشي بنسميه التوسع العمودي بالمهنة وعنا التوسع الأفقي بالمهنة. إيش يعني؟ هلأ التوسع العمودي، أنت بتعرف كل مهنة من المهن هي عبارة عن مجالات، مجالات مهنية احنا بنسميها. في عندنا واحد من العلماء اللي تحدثوا عن الاختيارات المهنية اسمه هولاند، اللي هو عمل عندنا تقسيمات للبيئات المهنية إضافة للبيئات الشخصية، لست بيئات مهنية وست بيئات شخصية تقابلها. هلا كل بيئة مهنية او كل مجال مهني، مثلا عندنا المجال الواقعي فيه بنزل تحتيه مجموعة من المهن. هلا انا كشخص يفترض او بعمليات النمو، انا ومن انا صغير بتبلش تبين علي ايش الميول المهنيه تاعتي. هلا يفترض بالواقع، بدي احكي شوي مثالي بعدين بدي احكي عن الواقع. هلا يفترض بالواقع اللي لازم احنا كاخصائيين نفسيين وكاهل وكمعلمين كمان، انه في عندنا ملف اسمه بنسميه الملف المهني، زي كيف الملف الاكاديمي او بسموه سجل الطالب او ملف الطالب المهني، بيشبه الملف الاكاديمي اللي هو قديش جاب معدل بالروضه بالاول بالثاني بالثالث. هذا بوازيه يفترض، وهذا الشيء للأسف مفقود يعني بمدارسنا، بوازيه ملف اسمه ملف مهني. هذا ملف مهني إيش بيشمل؟ بيكون إنه مثلاً أنا كمعلمة روضة مثلاً عندي أولاد الروضة، أخذتهم رحلة تمام، على أي مكان تمام، مثلا جبناهم على التلفزيون اوكي. هلا لما يفوتوا الاولاد على هذا التلفزيون، كل واحد بنتبه لشغله، واحد بنتبه على الكاميرا، واحد بنتبه على المذيع والمذيعه، واحد بنتبه على الشاشات، واحد بنتبه على المبنى او على كيف الاستوديو مزبط. كل شخص اهتمام، كل واحد له اهتمام. هلا انا كمعلمه وانا كمدرسه باخذ بعين الاعتبار انه كل واحد، بحط نوت عند كل واحد انه هذا مثلا انتبه لهذا الشغله اكثر شيء او سال عن هذا الموضوع تمام. هلا مره هذا بنقول من الروضة، بتطلع هذا الملف بكل مرة، بكل بالرياضة مثلا، بالصف، بالمواد الأكاديمية أو العلمية أو الفنية، بكل شيء بصير في عندي نوت إنه هذا الشخص بميل أكثر مثلا لتعامل أو للسؤال عن الآلات، أو بميل لأنه يتعامل مع الناس أكثر أو لبناء العلاقات الإنسانية أكثر. فأنا ما بوصل مرحلة الاختيار المهنة اللي هي صف العاشر عندنا، إلا أنا واصل عندي، صار في عندي داتا. هاي الداتا بتساعدني إن أنا بدي أجي أختار المهنة، وين المهنة اللي أنا ممكن أكون شاطر فيها، أو وين المهنة اللي بتتناسب مع ميولي ومع حاجاتي، وبشوف قدراتي أنا مثلا قديه بقدر أحصل معدل، كون المعدل التوجيهي هو يعتبر المحك الرئيسي والأساسي والمعيار المرجع الأول في القبول في الجامعات. أكيد أكيد. فلما يصير عندي معلومة، أنا بعرف استعدادات وميول واتجاهات وحاجات هذا الطالب، وكمان بصير عندي معرفة بالقدرات الموجودة عنده، فبصير فكرة الاختيار المهني أصبحت سهلة. إنه أنت بناء على المعلومات الموجودة، وهي المعلومات مفروض تكون مع الطالب ومع الأهل ومع المدرسة تمام، وبناء عليها احنا بنتخذ القرار المهني. هلا الاهل يعتبروا جزء لا يتجزا من عمليه الاختيار المهني. ليش؟ لانه الاهل اول شيء هم النقطه الاساسيه والاولى، هو توفير الدعم المادي. اكيد يعني طالب مدرسه بالتوجيه ما في عنده مصدر دخل، الاهل اول ناس هم بدهم يدعموه ماديا، بدهم يوجهوه، بدهم يعطوه معلومات، بدهم يساندوه، بدهم يحكوا له ويوجهوا سلوكاته نحو ما الاشياء اللي هم اللي هي خبرتهم، تجاربهم بالحياه، نظرتهم للحياه بالضبط. هلا في عندنا شغله ثالثه اللي هي سوق العمل. هلا سوق العمل على شو مفتوح بالضبط، وهاي النقطة اللي احنا حاليا عم نحكي عنها. هلا ديوان الخدمة المدنية كل تقريبا سنة او سنتين بيصدر نشرة، هاي النشرة بيحكي فيها عن التخصصات الراكدة والتخصصات المشبعة والتخصصات النشيطة.
تمام. هلا انا كشخص بدي اروح على اختار مهنه، بدي اخذ بعين الاعتبار هاي ثلاث شغلات رئيسيه: ملفي المهني، ميولي او انا مكونات الشخص الداخليه، وايضا بيجي معها اللي هي القدرات، او هو نخليه هلا احنا صار القدرات يرمز له من خلال معدل التوجيهي، تمام. النقطه الثانيه اللي هي سوق العمل وما يحتاج سوق العمل، وهي شغله كثير مهمه. والعامل الثالث العامل الاقتصادي. بس تعرفي دكتوره يعني حياتنا الواقعية وشبابنا والصبايا اللي أنا بلاقي محظوظ صراحة الشخص اللي درس التخصص اللي بده إياه واشتغل المهنة اللي بده إياها، فعلا بعتبره محظوظ. لأنه بالزمن اللي إحنا فيه البطالة عالية بلاقي كتير أشخاص أوكي درسوا التخصص اللي بحبوه بس للأسف ما لقوا الوظيفة المناسبة، فبضطروا يروحوا على شغلات تانية. وياما نسمع مهندسين ودكاترة وأعلى الدراسات نقول ماخدين بس عم بيشتغلوا مهن عادية لحتى هو يكون عنده مصدر دخل، لأنه صحيح. مضطر إنه هو يشتغل. هلا البطالة هي عالية، ما منا نحكي إنه ما في عنا نسب بطالة عالية، عنا نسب بطالة عالية، وبالتالي في عنا تخصصات راكدة. خلص أنا مثلا بحب الإرشاد، أنا كشخص أنا دارس إرشاد مثلا نفسي، أنا بحب الإرشاد، بس لما أطلع على نشر ديوان الخدمة المدنية قد يكون تخصصي راكد. صح. طب إيش الحل؟ ألجأ لتخصص ثاني. ألجأ لتخصص، لا هلا ممكن أنت بتحبي أدرس الإرشاد بس. أنا بحبه وبدي إياه ومعدلي بيأهلني إني أفوت على هذا التخصص. أعتقد رح تبدعي فيه حتى لو معدل البطالة عالي. بالضبط، أنا رح أبدع فيه. بس هلا إيش بفكر؟ هلا بنيجي هون على الفكرة اللي حكيت لكم أول مرة أول قبل شوي، اللي هي التوسع الأفقي بالمهنة. إيش يعني التوسع الأفقي بالمهنة؟ هلا مثلا أنا كإرشاد ممكن أشتغل، أروح أشتغل مرشدة في مدرسة. في مدرسة. ممكن أشتغل مدرسة بجامعة، ممكن أشتغل باحثة في الإرشاد، ممكن أشتغل مشرفة في الإرشاد، ممكن إرشاد أسري ومكتب واستشارات. ممكن برضو هلا مع التطور التكنولوجي والتطور العلمي صار عندنا هذا التخصصات. زمان يعني إحنا لما درسنا كان التخصص يا مثلا تفوت على الإرشاد بس إرشاد، هلا صار في عندك إرشاد أسري، صار في عندنا إرشاد مهني، صار في عندنا إرشاد تربوي، صار في عندنا إرشاد للحاجات الخاصة، صار في عندنا مجموعة أو نقول تخصصات. صار التخصص الواحد أو المهنة الواحدة فيها تخصصات وفروع جديدة. ممكن أنا أروح هلا على هاي الأشياء وهذا بيخلق فرص عمل جديدة. نعم. دكتورة في نهاية لقائنا نصيحة بتوجهيها للأهل والطلاب، خصوصاً لأن دائم العملية تشاركية. نعم. ولكن بهاي الفترة بتكون صعبة، الطالب متوتر، الأهل ممكن يضغطوا بشكل أو بآخر على الطالب باختيار تخصص هو ما بده إياه. للأسف. ما ننسى إنه الضغوطات الاقتصادية والمادية على الأهل بتكون جزء لا يتجزأ، يعني بصيروا يحاولوا يقنعوه بتخصص عشان إنه ممكن أرخص، ممكن المقعد الدراسي اللي طلع أو القبول له في إحدى الجامعات بهذا التخصص. يعني زي ما حكينا قبل شوي، القرار الأول والأخير هو للطالب. بتقول لي الطالب مش ناضج لدرجة أنه يقدر يتخذ قرار في هذا المجال، بس الفكرة أنا حكيت عنها أنه أنا شو بحب. نسأل ابني أنا أنت يا ماما شو بتحب تدرس، اللي بيجاوب بيقول ما بعرف شو اللي هون اللي ما بعرف معناته هو عنده مشكلة، بده يراجع أخصائي يساعده في اتخاذ القرار المهني. احنا في عندنا اخصائيين، نعم ممكن يساعدوك في اتخاذ القرار، يعني حتى لو يعني انه صرت يفترض انه انا صرت توجيه خلاص عارف انا وين بدي اروح. صح. بس في امكانيه لتقديم المساعده اذا راجع اخصائي، ممكن انه يساعده من خلال طرح بعض الاسئله، تطبيق بعض المقاييس عليه، وفهم ويجمع معلومات. هلا مشكلتنا احنا بعمليه اتخاذ القرار وين بتيجي؟ انه ما في عندي معلومه، فلما انا اروح على اخصائي راح يساعدني اعرف معلومات اول شيء عن حالي، وهاي القضيه الرئيسيه، اعرف انا شو بحب وين قدراتي وين. صح. حاجاتي والاشياء اللي ممكن تلبي لها الاشياء كلياتها، وبعدين بعطيه معلومات عن سوق العمل وعن التخصصات الجامده. أكيد. التخصصات الحيويه والنشيطه، وبناء على ذلك هو بيتخذ القرار. وطبعا ما بنحكي انه الاهل ما لهم دور، لا الأهل يلعبوا دور كبير جدا. صح. ومهمتهم الرئيسية عملية التوجيه،
تقديم النصيحة، تقديم المساعدة، والأهم من ذلك اللي هو الدعم المادي والاقتصادي لهم. أكيد دكتورة، شكرا لك. وأحلى ما في الموضوع أنه طلابنا فعلا واعيين وناضجين، وشفنا وقت إعلان نتائج التوجيهي، شفنا كثير مقابلات مع الطلاب فعلا لما كان يسألهم المذيع شو حابين تدرسوا تخصص، كانوا يذكروا تخصصات جديدة كثير ومطلعين على تخصصات، عارفين أنه هي حيكون لها مستقبل في ظل التطور اللي إحنا عم بنعيشه في مجال التكنولوجيا. شكرا جزيلا لك دكتورة، يعطيك ألف عافية. شكرا لكم، شكرا لكم، يعطيك العافية.